حبايبي، يا رب دايما متجمعين على ميعادنا وقاعدين كده ومستنيني. انا عارفه الايام دي كلنا مشغولين، كلنا كلنا كلنا، اللي بينزل يشتري لبس، واللي لسه بيعمل بقى كحكو بسكوت وبيتي فور وغريبه، واللي كمان بيبقى شويه مكسل كده في نهار رمضان وبيبقى قاعد كده مأنتخ على الكنبه ومحتار يعمل اكل ايه. تعالي لي بقى يا ست الكل بكل الحاجات اللي انت فيها دي، مشغوله ومطحونه وكسلانه وصايمه وزهقانه من الاكل والمطبخ. هعمل لك النهارده وصفات كلها خطيره، كلها حله واحده. اذا عشان كده بقول لك سهله. كمان هعمل لك النهارده وصفات اقتصاديه، مقاديرها بسيطه جدا. اذا عشان كده قلت لك اقتصاديه مرحه بقى، علشان عايزه اقول لك هتتبسطي جدا جدا وانت بتعمليها وتفتكريني. طبعا مرح وفرح طبعا، مش كده بس، كمان الوصفات النهارده مفيش حد هيختلف عليها. اول وصفه معايا زي ما قلت لك كلها في حله واحده. هعمل ايه؟ هعمل مكرونه بيتزا. عايزه اقول لكم خطيره وطعمه. طلعي اللي عندك في الثلاجه، ادخلي براسك كده في الثلاجه وطلعي لي اللي عندك وتعالي لي هقول لك ازاي نعمل مكرونه في حله واحده. هنسلقها وهنعمل لها الخلطه وكل حاجه. طيب يلا نقول مقاديرنا. هحتاج كيس مكرونه قلم، بس انت تقدري تختاري نوع المكرونه اللي انت بتحبيه. يعني انا مثلا تساليني اقول لك طبعا سباجيتي طبعا يعني. طيب هحتاج بقى ايه؟ زيتون حلقات اخضر من وادي فود، وهحتاج فلفل اصفر كمان وفلفل احمر وفلفل اخضر، طماطم مكعبات صغيره، بصل جوليان، ثوم يكون فريش كده يعني مفروم، وبقى ثوم بودره، بصل بودره، ملح وفلفل اسود، زعتر عشان تدينا ميكس الايه؟ كمان نعمل فعلا فعلا طعم البيتزا. معلقتين كبار صلصه برضو هستخدمهم من وادي فود. هستخدم بقى 3 معالق كبيره كاتشب وبرده من وادي فود اللي عاملينها جديد الخطيره، المنتج الجديد بتاعهم الحلو قوي قوي. هحتاج كمان هنا مكعب مرقه خضار، وهحتاج كمان ميه سخنه وفلفل هالبينو، خضره عندك بقدونس زيني. في كل الاحوال هتتبسطي جدا 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 من الاكله دي. عندك بقى ممكن لحد كده تبقى صيامي، مش عشان ما بقتنعش من بالموتزاريلا النباتي خالص يعني، ما بقتنعش بيها، فلحد كده صيامي. لو عايزين نعملها فطاري هنحط لها بقى موتزاريلا وتشيدر وزي ما قلت لك ورق بقدونس، وكله في حله واحده. وهديكي كمان اوبشن لو عايزه تحوليها لطاجن عظمات وتدخليها الفرن كمان. طيب اول حاجه هنا زي ما قلت لك انا هبدا ايه من يعني ايه، هعمل الخلطه وهسلق وهسوي في ان واحد. فواحده كده هروح جايبة في حلة واحدة، هحط بقى شوية زيت الزيتون بتوع الحلوين خلاص من وادي فود، وهروح عاملة ايه بقى، جايبة البصل بتاعي. بصوا شوية مكرونة، يعني خلونا متفقين ان مفيش حد ما بيحبش المكرونة، ولو حد ما بيحبش المكرونه فهو لازم يراجع نفسه في الموضوع ده، لان المكرونه من الاكلات يا جماعه اللي بصوا كده اللي الجوكر اللي بتستر كده، اللي هو عندك شويه لحمه مفرومه قومي اعملي شويه مكرونه، عندك شويه فراخ بانيه قومي اعملي شويه مكرونه، عندكيش اي حاجه قومي اعملي شويه مكرونه. بجد بجد من الاكلات اللي بتستر جدا وفي متناول ايه ايدينا. فانا هنا لما حطيت شويه الزيتون حطيت عليهم ايه البصل، وعندي كمان التوم اهو الفريش. زي كان عندنا مين، جومانا واختها جوزي باين، اتصلت قالت لي انا زهقت من كل وصفات المكرونه، انا عايزه وصفه مكرونه جديده. قلت لها ايه، يبقى يوم الاربعاء دي وصفه مكرونه جديده. هنعمل النهارده يا جماعه بيتزا من غير اي بيتزا، يعني في كل الوصفات هنحاول ان احنا نعمل، يعني هعمل لكم اهو بيتزا من المكرونه. الوصفتين التانيين بيتزا برضو بس من غير معجن ومن غير مخبز ومن غير اي حاجه، بحاجات بسيطه قوي قوي هتبقي عملتي بيتزا، هتراضي كل ايه اللي موجودين. عندي هنا الثوم وايه والبصل. بصي بقى انا ما بحبش اسمر الحاجه او اخلي بس ايه مجرد ما ريحتها تطلع انا بالنسبه لي كده انا ايه راضيه، فاهميني؟ يعني انا ما بحبش الحاجه تغمقي معايا، مجرد كده بس ما هي اخدت ريحتها طلعت واخدت لون وما بقتش مقرمشه فانا كده تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب عندي كده اهي
قلبت فيها شويه وناخد تليفون نقول الو يا ست الكل. الو، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير دايما يا ربي. حبيبه قلبي وانت كمان، والله ربنا يبارك لك حبيبتي، ربنا يخليك وما تحرمش منك ابدا. ولا قولي لي منك بقى يا حبيبه قلبي، اتفضلي. ايه اكتر اكله اول ما تحسي ان انت زهقانه تقولي بس كده انا هعمل كذا النهارده؟ هعمل ايه؟ كذا النهارده. ايه؟ مكرونه. مكرونه. بس هي المكرونه بتستر في اي حاجه. فعلا زي ما بتقولي، ما عندكيش حاجه اعملي مكرونه، زهقانه من الاكل اعملي مكرونه، بالليل كده جعانه اعملي مكرونه. صح صح، يعني المكرونه يا سلام عليهم، شويه شطه وقرن فلفل متقطع مقلي. بحب بقى الفلفل كمان الاخضر الحامي جنبها. الله الله. او المخلل او الله. شويه زيتون كده مع فلفل. الله، ما قلتيش؟ ايوه كده بقى. ايوه انت قلتي لي الفطار قدامه كام ساعه؟ يلا تعالي. قلتي لي بقى. بجد انا بشوف فعلا ان هي اكتر حاجه بنتسند عليها فعلا، وليها وصفات كتير، مش بس ان احنا نعملها بصلصه، لا بالوايت صوص ممكن نعملها بيتزا. بالوايت صوص بتبقى حلوه قوي. خطيرة. مع جمبري بتبقى حلوه، مع فراخ بتبقى حلوه. الله عليك. مع مشروم بتبقى حلوه لوحدها. الله عليك. انا بحبها جدا. موسوعه ام اسلام للاكل. المكروني. حبيبتي والله. لا هي بالمشروم كمان حلوه قوي قوي. وطبعا صيامي وفطاري بتبقى حلوه جدا. ده حقيقي. هي التوب يعني. ده حقيقي. وعايزه اقول لك في اللازانيا كمان خطيره جدا. طبعا. مكرونه بشاميل حلوه. طبعا. يعني طرق كتير قوي للمكرونه. احنا عندنا كيس مكرونه هنبدع فيه. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ربنا ابدا. يخليكي ابدا. وكل سنه وانت طيبه ومنورانا دايما كده. بتسلم وقفتك وربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يخليك وما تحرمش ابدا من دعواتك الحلوه دي يا ست الكل، ويخليكي ليا. طب بصوا بقى، انا حطيت هنا الطماطم متقطعه مكعبات صغيره، حطيت عليها توم بودره، بصل بودره، زعتر. اتفرجوا على الوصفه دي هتعجبكم جدا. مكعب مرقه خلاص. وعندي هنا بقى ايه؟ الصلصه من وادي فود. نفتح كده وناخد. بصوا طالما طقت كده اطمنوا ان الحاجه بتاعتكم زي الفل. ناخد معلقتين حلوين اهو، ثلاثة كمان. وهي بقى الكاتشب كاني عامله بجد بصلصه بيتزا، بجد كاني عامله صلصه بيتزا. انا كمان عايزه اقول لكم وبقول لكم كتير ان ده منتج جديد لوادي فود، عاملينه ب 50% سكر، اقل من اي منتج كاتشب تاني، كمان ما فيهوش اي دهون، وكمان خالي من الجلوتين. حاجة صحية جدا. نقفل حاجاتنا دي كلها ونقول الو يا ست الكل. ام طه. يا ام طه، ازيك يا قلبي؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ وحشاني. انتي وحشاني اكتر والله. يا عاملة كل سنة وانت طيبة. كل سنة وكلنا طيبين يا حبيبتي. فينك؟ موجودين. مش عارفين نوصل لك يا ست الكل. ده انا بقعد واستناك 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 والله. برني بس ما بنعرفش نخش على هوا خالص. معلش. ربنا يبارك وانا يزودهم يا رب. حبيبتي وحشاني جدا. عامله ايه؟ وازاي طه وازاي اخواته؟ كويسين بخير يا حبيبتي. حلوين. وانتي بخير والله. حبيبتي ربنا يخليكي. قولي لي بقى يا ام طه، كل سنه وكلنا. هتقولي لي كل سنه طيبه؟ اقول لك كل سنه طيبه، محدش احسن من حد. اعياد اعياد يعني. من الاخر يا رب كل حياتنا كلها كده تبقى اعياد. امين يا رب. امين يا رب. قولي لي بقى. أيه. ايه اكتر اكله بتستسهليها؟ معروفه المكرونه. يعني معروفه المكرونه. والمكرونه القلم دي بالذات يعني على طول. برضو بتحبيها؟ ها جميله. يعني هي جوزي عندي يقول لي انت لما بتزيني مكرونه على طول. بصراحه مسمار جحا. اللي هو لا بس هي يعني برضك ما تزهقش منها. لا بصراحه ما يتزهقش منها ابدا، مهما تعمليها على طول كده ما بتزهقش منها. انا اكلها صبح ظهري ليل، عارفه كده ما عنديش اي مشكله. يلا تسلم ايدك يا حبيبه قلبي على كل حاجه بتعمليها. حبيبتي ودايما منورانا. انا كنت عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. انا عندي عزومه. أيوة. وعامل محاشي. ايوه. فمش عارفه اعمل جنب المحاشي ايه. عندك ممكن تعملي صينيه مكرونه في الفرن. ماشي. بشاميل. صينيه سوري، فراخ في الفرن. ماشي الفراخ. ماشي ماشي. انت عايزه ممكن شوربه، سلطات، كفته، وممكن طبعا مكرونه بشاميل تبقى حلوه جدا جنبها. تمام. جلاش باللحمه المفرومه. عندك حاجات كتير بس بقى.
كفايه. تسلم ايدك يا حبيبتي. يعني بعرفها. بصي المهم انا عايزه اقول لك حاجه، في العزومات خلي بالك الاكل لو هو عامله كذا نوع ما تكتريش في النوع، تعملي منه كميات. ليه؟ الواحد لما بيبقى صايم ويجي يفطر ما بيبقاش عارف ياكل كتير عشان ما يفتش عندك الاكل، فاهميني؟ فاعملي هتعملي مكرونه بشاميل تكوني عارفه ان انت مش هتعملي بقى كام صينيه، انت عامله محاشي تعملي مكرونه بشاميل، لان هتعملي مثلا عندك سمبوسك قطايف، تعملي كفته، تعملي مثلا فراخ في الفرن، تعملي شوربه، اللي هيدوق من كل ده هيحس ان هو شبع خلاص، فاهمه؟ فما تكتريش، ما تكتريش في الحاجه. ماشي يا حبيبه قلبي. ودايما عامر يا ام طه، ما تحرمش منك يا رب، وتمني حبيبتي. يا رب كده في وسطينا ومستفادين منك يا رب كده وما نفتكرش ابدا. ربنا يخليكوا ليا، ما تحرمش منكوا ابدا ابدا. نورتيني، مع الف سلامه. طيب بصوا بقى انا عملت ايه دلوقتي. انا كل اللي عملته ان انا حطيت بعد ما عملت البصل والثوم حطيت، حاضر، حطيت عليهم الطماطم، وبعدين حطيت المكرونه قلبتهم، حطيت بقى توم بودره، بصل بودره، زعتر، وحطيت ملح وفلفل اسود، حطيت بقى حاجتين مهمين جدا، صلصه وكاتشب. صلصه وكاتشب وزعتر توم بودره بصل بودره، خلاص كده انت اخدتي طعم البيتزا من الاخر خلاص كده. طيب حطيت ميه اهي، بصوا اساسا عامله ازاي، تجنن تجنن تجنن. الطماطم بقى دلوقتي هتتهري معايا وهتاخدوا صوص خطير هيعجبكم قوي قوي، لحد بقى ما تبدا تبقبق وتستوي، ونحط بقيه حاجاتنا اللي هي عندي فلفل الوان ما بحطوش دلوقتي، بحطه يعني خلاص لما تتشرب عندي، تمام. وبحط كمان بقى الزيتون، الفلفل الهالبينو، الحاجات اللي انا عايزه احطها اللي هتديها طعم حلو قوي. نسيبها تستوي ونروح لفاصل صغير، نرجع لكم، استنونا.